السلام عليكم ورحمة الله، معاكم عبد الوهاب من قناة عالم شاحنات مرسيدس بنز. يا رب تكونوا بخير دايما وفي أحسن حال. حلقة موضوع النهاردة قطعة من قطع الغيار، جزء لو ركبته في سيارتك تمام هيوفر لك فلوس ياما قوي، هيوفر لك أعطال ياما قوي، وهيريح لك بالك حتى من الصيانة اللي ممكن تتسبب اللي انت تتعطل في الطريق ولا قدر الله كلفك فلوس ياما. يلا بينا نبتدي ونتكلم على فلتر الفاصل او فلتر فاصل الديزل او فلتر فاصل المية، ايا كان المسمى اللي انت عارفه او الووتر سيبريتور اسمه العلمي. ف يلا بينا نبتدي. هنتكلم على فلتر فاصل الديزل. وظيفة فلتر فاصل الديزل او فلتر فاصل المية او الووتر سيبريتور ان هو بيفصل رقم واحد المية اللي موجودة في الديزل او اي شوائب غريبة او اي رواسب في تانك الديزل او اي مواد زيتية نتيجة لترسبات التنوكة اللي انت بتشيل منها في المحطات، ايا كان اي شيء غير الديزل او سمكته اعلى من الديزل ما بيعديش تمام. وفي كذا مرحلة، يعني هو في ثلاثة منهم فيهم مراحل للشوائب للرواسب للمية، وطبعا في جزء الشفاف اللي تحت ده بتقدر، وفي حنفية صغيرة اهي تقدر تفكها كل يوم الصبح قبل ما تشغل وتقدر تضغط تمام. يقدر يوريك بقى من الجزء الشفاف ده ومن الحنفية اللي انت هتفكها دي، هيديك اشارات ياما، هيديك اشارة تمام. لو لقيت مية اعرف ان المحطة اللي انت حطيت منها دي الديزل بتاعها فيه مية، ان طبعا الديزل بيتجمع تحت في العوامة، في قدام العوامة في اخر تانك الديزل من تحت، فاول حاجة بتشفطها العوامة تمام. فالكاسة دي يبقى كده العلامات اللي هو يعرفها لك ان انت عندك لون الديزل متغير تمام. لو تعرف ان الديزل ده مخلوط او مش كويس هيبان من الجزء الشفاف ده، لو في مية سواء مية سودة او مية بيضة او زيت اسود اي حاجة هتلاقيها غير الديزل الشفاف بتبان لك في الجزء اللي تحت. لما تفك الحنفية الصبح وتيجي تحضر هتنزل، تقدر ان انت تصفي المية من الحنفية دي يوميا او كل يومين او كل 3 ايام تمام. تقدر تصفي المية دي الصباح قبل ما تشغل. طيب ايه المفيد ليا لما انا احط في سيارة شاحنة ديزل عندي فلتر فاصل زي ده تمام. عايز اقول لك ان في سيارات شركات شاحنات ياما بدأت تنزل سياراتها ستاندر من المصنع فيها الووتر سيبريتور ده او فلتر الفاصل وعليه سنسور كمان، عشان انت لو ما انتبهتش مثلا لوجود مية او وجود رواسب او اللي هو اتملى او اتكتم ليه اشارة عندك في التابلو تمام، بينزل عليه سنسور. ايه اهم مميزاته؟ اهم مميزاته ان هو بيمنع الرواسب تماما تعدي لي فوق، وبالتالي حافظ لي على طرمبة الديزل تمام، ايا كان بقى نوعها عندي انا، سواء عندي طرمبة عادي بتاعت ال بي، عندي طرمبة زي بتاعت الاكتوس اللي هي النص اللي هي البار مفتوح نص ديزل ونص دوكسيون، فهو الجزئية بتاعت الديزل بيحافظ لي عليها تماما. اليونت بامب اللي في السلندر تمام بيحافظ لي عليها لان ما بيخشلهاش اي رواسب. البخاخات انا السيارات اللي حاطط لها فلتر فاصل بتوصل سنتين ما شاء الله، سنتين، مع علم انا بتكلم على سيارات خدمة شاقة، يعني السيارة معدل مشيها في الشهر يعني لا يقل عن 15,000 كيلو تمام. احسب بقى في سنتين ده في 10 شهور 150,000، في 20 شهر 300,000 كيلو مشي وبخاخاتك تمام. طبعا البخاخات بعد السنتين بتبقى في حالة الاستهلاك الطبيعي اللي هي ممكن تتنضف ويتعمل لها إعادة وزن وتشتغل تاني، عكس السيارات اللي مفيهاش فلتر فاصل
تمام. البخاخات بتاعتها لو كملت سنة أو 8 شهور، أحيانا 4 شهور. شوف لو حطيت بخاخات جديدة، عشان نبقى صراحة مع بعض، لو حطيت بخاخات جديدة ومعاك سيارة أي نوع في العالم، ورحت حطيت من محطة ديزل فيه مية، ديزل فيه مية، البخاخات دي مش هتكمل معاك 2 3 يومين، خلاص الموضوع منتهي منتهي منتهي. مية في الديزل يعني بخاخات انتهت، تمام. فاكتر ميزه ان هو بيحافظ لي على دوره الديزل، واقدر اشتغل شهر وشهرين ثلاثه بدون ما اصين اي شيء في دوره الديزل، ولما اجي بعد 3 شهور اغير، اقدر افك الفلتر اغيره، تمام. طب هتقولي هو مش في فلتر على الماكينه؟ هقول لك ايوه في فلتر على الماكينه، ولكن فلتر الماكينه فيه عيب انت ما تاخدش بالك منه، تمام. ان فلتر الماكينه ده في أغلبية السيارات متصل بلي راجع، مش دي عوامل تانك الديزل قلنا في جنب اللي هو سحب للماكينة وفي الديزل الزيادة بيرجع. هتقولي طب ما هو الديزل الزيادة ده متفلتر، يعني ما أكيد متفلتر، أكيد متفلتر، أنا معاك 200%. بس في حالة إن فلتر الديزل اللي على الماكينة اتملى رواسب، تمام، أو في بعض الرواسب المتحركة، تمام، زي رايش الالومنيوم او نتيجه الحمض التانكي او الكلام ده، فالرواسب الزياده دي بترجع للتانك تاني، خلاص. الووتر سيبريتور او فلتر الفاصل، او فلتر فاصل الميه، او فلتر الجاز، ان هو مش متصل بخط الراجع، ملوش علاقه بخط الراجع، هو شغال على السحب بس. يعني الرواسب اللي بتخش فيه ما بتطلعش تاني، لا بتخش الماكينه ولا بتوصل حتى الفلتر للماكينه فوق، تمام. يعني اغلبيه السيارات او 99% من السيارات اللي فيها فلتر فاصل من نوعيه كويسه ونوعيه جيده، تمام، فلتر الماكينه بتفكه بتلاقي حالته ممتازه لو قعد معاك 3 شهور حتى، تمام، لان الرواسب ما توصلوش اصلا، خلاص. فبرضه دي ميزه مهمه جدا فيه. طيب انا من احلى ميزاته، تمام، اللي انا شفتها ودايما عارفها، يعني ان الفلتر اتملى رواسب، اتملى رواسب. الناس من كتر ما هي ما شاء الله ما عندهاش مشاكل في دوره الديزل بتنسى حاجه اسمها فلتر فاصل اصلا، وبينسى ان هو يصينه ويغيره، فيبتدي يتملى يبتدي يتملى يبتدي يتملى يبتدي يتملى لحد ما يبتدي يعمل لك ايه، تقل في السحب، او كميه الديزل اللي داخله الماكينه مش مناسبه لاحتياجات الماكينه، فيبتدي يخنق لك الماكينه، لدرجة احيانا ان في سيارات في الشتاء بتبطل وتنطفى من كتر ما الفلتر فل مية ورواسب واوساخ، خلاص، وما بيطلعهاش للماكينة، فخلاص اتسد فتنطفى السيارة. عشان كده الشركات منزلة عليه سنسور، تمام، اللي هو في حالة زيادة الاوساخ فيه بيطلع لك اشارة بالحساس ده، تعرف ان هو محتاج تنظيف او محتاج صيانة او محتاج تغيير، تمام. فدي يعني ميزه جميله جدا 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 فيه، يعني خلاص. وزي ما قلت لك بتقدر تعتمد عليه شهرين او 3 شهور، طبعا حسب نوعيه الديزل، تقدر تعرف منه الديزل اللي انت بتحطه كويس مش كويس، لونه متغير مش متغير. برضو لما تيجي تغير فلتر فاصل من الارشادات اللي عليه، اللي انت بتحط ربع زيت، ان الزيت ده بيخش ويلين الاجزاء المتحركه بتاعت الديزل زي الترومبه زي الابره زي الفواني، تمام. فطبعا انا بنصحك بيه بقوه، وانصحك بيه جدا 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 جدا، سواء اي سياره ديزل بقى، سواء سياره بيك اب مثلا اللي هي حموله 1 طن او ال2 طن او الجامبو او الشيفروليه ال10 طن، ايا كان سياره ديزل في الايام اللي احنا فيها دي، وفي الظروف اللي احنا فيها الاقتصاديه دي، فلتر الفاصل صدقني هيوفر عليك الوفات، صيانه بخاخات وصيانه ترمبات واعطال، هيوفر عليك الوفات الوفات الوفات، دي حقيقه ومجربه ودون ادنى شك فيها. السياره اللي فيها فلتر فاصل تفرق 200% في مشاكل الديزل من السيارات اللي ما فيهاش، ايا كانت بلدك، ايا كانت موديل سيارتك، ايا كانت حمولتك، حتى الاكتوس الام بي 4 نازل فيها، تمام، برضه في ووتر سبورتر، يعني ووتر سبورتر من الشركه ستاندر، تمام،
من كتر ما هو بقى مهم ومفيد جدا. الاول كان بينزل في سيارات خدمه الشقه بس، ما كانش بينزل في كل السيارات، كل السيارات الاوروبي ما فيهاش فلتر فاصل، فيها طرمبه التحضير الصغيره بس، تمام. من كتر ما هو مهم، لان السيارات دي طبعا بتبقى شغاله في مواقع ومناجم، والديزل بيبقى محطوط في توانك او من سياره لسياره، فكان بينزل فيها فلتر الفاصل ده اللي في السواق ده، اللي هو بينزل في المرسيدس، كان بينزل في بعض الموديلات الخدمه الشقه بس مش كل السيارات، تمام. لكن في معلومه مهمه واخيره، الناس اللي بتقول لك ان هو الفلتر ده بيتقل السحب وبيتقل وبيحمل على طرمبه الدركسيون والكلام ده، لا الكلام ده فاضي، الكلام ده كذب، الكلام ده مش حقيقي، الكلام ده جهل اصلا، لان هو في مكان بيسحب منه الديزل وبيخرج من الناحية التانية بدون ما يتعرض لحاجة، إلا في حالة واحدة، في حالة اللي انت لو جايب نوعية رديئة جدا، وقلنا في فيديو الدخان الأسود، تمام، السيارة لما يجي لها كتمة مفاجئة، تمام، مع دعس الديزل، أو لما تيجي تدعس ديزل عشان تجمع سحب، وتلاقي السيارة اتكتمت معاك وتقف تطفيها 10 دقايق ربع ساعة، وتنزل تبص على الجزء ده اللي بتحضر منه تلاقيه نزل لتحت، بتبقى السوستة بتاعته ضعفت، تلاقيه نوعيته مش كويسة، تمام، أو بقاله مثلا سنين عندك. يعني الموضوع ده في المرسيدس كان بيقابلني نادرا جدا جدا جدا، اللي هو الفلتر الفاصل بطرمبة التحضير بتاعته دي بقاله في السيارة فوق ال10 سنين يعني، تمام. فبيبقى من الاستخدام السوستة ضعفت، تمام، فتبتدي البلف ينزل، تمام، اكنك انت بتحضر من التانك، فيبتدي يخنق الديزل مع غير كده، تمام، ملوش اعطال وملوش اي مشاكل، خلاص، ومفيد جدا وانصح بيه. وحاول تشوف، مش لازم تركب صيني درجة ثالثة ولا لازم تركب اوريجينال، يعني حاول تشوف موديل وسط. طبعا هنجست بتاع الاكتوس الام بي 4 اللي هو الهنجست، يا رب ان شاء الله الاقي لكم الصورة بتاعته وتكون موجودة واضحة، تمام. بجد الفلتر ده عملي جدا 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 جدا، وهنجست اصلي من شركة محترمة طبعا في الفلاتر، وشركة عريقة جدا، وسعره مناسب ما يعادل 100 دولار، تمام. ولكن صدقني والله هتستفاد منه، وتستفاد منه جدا، وتقدر تحطه في اي حتة انت عاوزها في السيارة، وتستغنى عن اي طرمبة تحضير اضافية، لان هو فيه طرمبة تحضير، تمام؟ فتحطه عند الشاسيه، تحطه جنب التانكي، تحطه في أي مكان أنت عاوزه، صدقني أنا شغال بيه والله فوق الممتاز. يا رب يكون الشرح وافي واستفدتوا من الفيديو، وإذا استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير، وتشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.